في الاول كنت نقول واش نمشي ولا ما نمشيش، ولكن دابا انا جيت برنامج لاله العروسه باش ناكد حبي للزوجه، برنامج كوميديا باش ناكد انه الحياه فيها بزاف ديال فاش تدخل البارح، بغيت نقول بان هذا البرنامج هو اللي غادي يحمل المشعل ديال كره القدم المغربيه. فانا اليوم في برنامج القدم الذهبي، بغيت نقول انا اليوم في برنامج كوميديا، بغيت نقول انه فين ما مشيتي غادي طوموبيلات. وصافي.